منيح، كتير منيح. شايف معلي؟ ما في حدا حوالينا. بس هلا ثلاثين دقيقة كتير طويلة، عشرة بكفوا. أصحك تزعليني ماشي؟ وين سيارة الإسعاف؟ ليك هون. يا شباب، أي غلطة صغيرة بنعملها بننتهي. أخي ادعي الله ييسر لنا. اسمعوني، نحن في عنا فرصة واحدة هلا، بس إذا بتنفجر هالقنبلة اللي بالسيارة، ما حدا منا رح يقدر يعوض الخسارة. لا قدام الله، ولا قدام حالنا. أي والله مزبوط. دعوه الله يكون معنا. آمين. 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 رح نقسم مجموعتين ونهجم على السيارة. يلا تحركوا. يلا يلا يلا. تمام، هلا بلشت تزبط. الأمور جاهزة. تمام علي. استعد لنمشي. طمني، شغلت القنبلة؟ شغلتها شغلتها، بلش العد التنازلي. مثل ما كنت متوقع، صار في عنا ضيوف. قولي شو هاد؟ خبوا بسرعة، خلينا نفترق وأنا بروح على المرقب. ماشي معلم. بسرعة بسرعة تحركوا. حاجة تقوس، في مدنيين بالمكان عم يهرب الحيوان. تمام، خلينا نحن ما جرى معنا. سيبوا انتوا، شوفوا السيارة وفضوا المكان من المدنيين. ما جرى نحن نتولى أمره. علم تمام، سيارة الإسعاف عنا. يلا بسم الله. لازم ما يطلع من هون عايش. مو تحت بالتا، شدني. يلا شدني. قم لجوا. كيف بدنا نفوت لجوا؟ أحسن شي نستنى فريق المتفجرين. لبين ما يوصلوا منصير أشلاء نحنا. إذا تدخلنا ممكن يصير شي ممنيح. وعدم تدخلنا كمان بيكون خطر أكبر. بكي كانت القنبلة موقوتة. اسمعوني كلكم، أنا عندي فكرة رائعة. شو؟ شو هي؟ قلي. خلونا نهرب. لا إله إلا الله، لا, إله لا حول ولا قوة إلا بالله. على فكرة أنت فايق ورايقها، فكرنا عن جد عندك حل. إليف، أنت فيك تفرق الناس اللي حوالينا وتفضي مركز التسوق؟ معجوق كتير، بس رح ساوي اللي بيطلع بيه. رجال الأمن يلي بالمركز رح يساعدوك. ماشي. بالتا، شوف لنا صرف لهاد الباب. كان بدي إقلك فيك تفتحه. يلا بسم الله. بسم الله. أوه. لي أخي شو وضعها؟ قنبلة موقوتة. طيب لي قديش معنا وقت أخي؟ سبع دقايق. أخي أرجوك قل لي، رح تقدر تفكها ولا لا؟ ما بعرف. أكيد بتقدر تفكها. ما بعرف. يلا أنت روح حاول تشغل السيارة بسرعة. روح.
ربي ساعدنا كرمال الناس الأبرياء يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي. لازم نفضي هذا المبنى بأي شكل ممكن. في مدخل ومخرج من ورا الشي؟ ايه طبعاً في. تمام، رح نسكر هذا الباب، فوت لجوا وزيع أعلام، خلي الكل يتوجهوا للباب الثاني وخليهم يبقوا بعيد عن الشبابيك. عم تفهموني شباب؟ يلا استعجل. حاضر مفهوم. يلا يا جماعة الكل يتجمع هون. أنا متأكد إنه متخبي هون. بلكي طلع من زمان وهرب. لا لا هون أنا متأكد. إيكار هو بهاي الجهة. الله يلعنك. أخي طمني شو الوضع؟ الوضع مو منيح بنوب. إليف شو عملت؟ عم يفضوا المبنى؟ معقول مبنى مثل هاد يفضى بخمس دقائق؟ أنت أملنا الوحيد. والله ما بعرف يا بالتا، في فخ هون معقد كتير، أي غلط رح نروح فيها كلنا. يلا لك سبع حلة بقى، قديش بقي؟ ست دقائق. أوه كارلوس شو عمل؟ كارلوس يلا ابني شغل هالسيارة بقى. ما عم بلعب، عم حاول أخي. شغلها بسرعة خلينا نطلع من هون. كارلوس كيف الوضع عندك؟ ما عم تشتغل بنوب. بدك أدفشة؟ اي والله فكرة منيحة. يلا تفشها بسرعة. يلا يلا بسم الله. أخي رح سكر هذا الباب. شوفي أنا لازم أدفش السيارة. ماشي يلا. ولك ما رح تتركني وتهرب مو هيك؟ ما بقدر أوعدك بشي بنوب أخي. يعني رح تخليني أطير بالهواء؟ يا رب أعطي عبدك العاجز هاد القوة بهي المحنة يا رب. يا الله يلا يا وحش انت يا كبير. يلا بالتا روح شايف لك روح. والله انت ارجل سبع هون. يلا بالتا روح يا معلم. فوش كمان شوي بالتا. يلا بالتا كمان شوي أخي. يلا أخي يلا. الكار شو صار هرب؟ على الأغلب بشي مكان هون بس ماني متأكد. أنا رح روح مباشرة من هاي الجهة، إذا ما قوصني رح يجي باتجاهك مباشرة. شو هالحكي؟ الأسود هيك بيعملوا وقت الصيد. برأيي نصيد بطريقة العناكب، ننصب له شبكة ونستنى. هذا ما بيليق فينا. طلع فيني إذا صاروا استشهدت وعدني إنك ما رح تخلي هذا الحقير يعيش. أنت بالأول استشهد ومنتكفل بالباقي. عم قلك وعدني. وأنت وعدني إنك تستشهد. وعد تمام. بالتا تحمل أخي. يلا إن شاء الله رح تزبط. يلا يلا تفوش يا وحش. يلا بالتا والله زبطت بس كمان شوي أخي. يلا يلا يا وحش المهام الخاصة. تحمل شوي كمان لك والله رح تشتغل يا أخي. يلا يلا يا بطل.
ولا هذا كمان ولا هذا أبدا. يلا أخي يلا يلا. يلا بالتا يلا يلا حبيبي قربت تشتغل. شو صار معك بالتا؟ أنا تعبت كتير بالتا. بعرف إنه صعب يا أخي، بس افترض إنه انفجري ومتنا ورحنا فيها، العالم ما رح تترحم علينا بنوب لأنه ما قدرنا نشغل سيارة إسعاف ومات بسببنا كتير ناس. هذا اللي بدنا نقوله لربنا؟ ها؟ لك كيف بدنا نتطلع بوجه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهمني قلي شو بدنا نقول لرب العالمين بيوم القيامة؟ اه؟ روح لورا الدركسيون لشوف، روح لورا الدركسيون، روح! يلا بالتا، يلا يا نمر أنت. يا ربي، بجاهك لا تسود لنا وشنا بالآخرة، أنت اللي قادر على كل شيء يا رب، ساعد عبدك العاجز. يا الله يلا اخي يلا 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 بالتا يلا يا سبع انت. اشتغلت والله اشتغلت بالتا. تمام يا ابني ابني اشتغلت. يلا تعال لك حاجه تدفش بقى. اشتغلت تعال لهون. يلا اخي بسرعه بسرعه. قديش معنا وقت لنصير كبا؟ دقيقه او تنتين بالكتير. وين بدنا نحطها للسياره؟ انت سوق بعيد من هون. ماشي اخي. شغل زمور الاسعاف وشغل الاضويه كمان احلى. معنا بالسياره طن متفجرات وانت علقان لي بالاضويه والزمور لك اخي. والله ما بعرف شو بدي احكي معك هلا. ماجر انا جاي، انا جاي اطلع روحك بايدي وما راح ارحمك. تعا واجهني. على الاغلب راح اضبط تكتيك عاكف. لف من هون، لف لف من هون. من هون ولك بالتا. ليش قلت لي لف من هون؟ مالك شايف؟ اخي افتح الطريق بسرعه. يلا افتح الطريق افتح. يا اخي طول بالك شوي. خالتي يلا استعجلي يلا يوفقك بسرعه شوي. انفجري إذا بدك تنفجري وليك. الله يلعنك انفجري. تعال لشوف. تعال لشوف يا ماجر أفندي. بيكون عيب علي إذا ما دقت مني. معقول وصلت ورجعك فاضي؟ طبعاً، وما بيصير يروح لعندك فاضي كمان. قديش بقي يا أخي؟ لك شو بيعرفني لك أخي؟ أنا ما عطل على شي معي بالمرة، وين ما بدها تنفجر تنفجر. بقي أنا أقل من دقيقة ها؟ أخي ما بقي عنا ولا حل. شوف طلع لهنيك، هنيك في أرض فاضية، يلا لف لهنيك. لا انا رح جن نظامي هلا. ها افتح الطريق اخي افتحه، في عنا شغل. نحن عم نشتغل شغلنا. افتح الطريق افتح. يلا جوا في قنبله رح تنفجر بسرعه. لك اتحرك بقى يلا. يا اخي طول بالك. لك اخي بعد هاد الكاميون سيحوا لك. سيح سيح خلص رح بعد. حرك يلا بعد هيك. معناتها انت عم تخدعنا ولك؟ وقفوا بوس ايديكم لا تضربوا.
وشو مشان قصة الأخوة؟ هي كانت كذبة مو هيك؟ لا، هي صحيحة. ولك أنا بدي أدفنك هون، ولك حاجة تكذب علينا بقى، حاجة تكذب. عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة. أنا ما كذبت، أنت أبوكم واحد، أنا رح أخذكم لعنده، بوعدكم. معقول أنت؟ وعم توعدنا كمان؟ سألت حالك ليش خطفوكم مع بعض؟ ليش أخذوا عينات دم؟ كله شغل فبركة. أخذوا منكم عينات الدي إن إيه كمان لحتى يتأكدوا إنكم إخوة. طيب والنتيجة؟ هذا السؤال بتسألوا لصاحب العلاقة. ومين بيكون؟ بيكون أبوكم طبعا. شو اسمه لك؟ شو اسمه؟ أبوكم بيقولوا له المعلم، بس اسمه الحقيقي وكنيته وكل قصصه أنا اللي بعرفها. معلم انت عم تسمعني؟ عاكف ويلكر لعطوا لماجر، شو بدكن يعني اعمل هلا؟ مالو بأمركن. ألف الحمد والشكر لك يا ربي. ألف الحمد والشكر لك يا ربي. يا شباب، يلي عايش يسمعني صوته. كارلوس، أنا منيح، أنا منيح الحمد لله والشكر لإله. سيبه، الحمد لله أنك منيح. بالتا، بالتا اخي انت منيح مو هيك؟ عم نسألك انت منيح؟ لا عم بسمع. والله هذا صار معاق. مرتك هلأ عم تتصل فينا. شو؟ عم تحكي جد؟ ليش هي اتصلت فيك؟ كارلوس والله هذا إذا بتنقطع عدني بيرتعب بس يسمع سيرة مرتي. إيه والله ما رح تقدر تنفذ منا بهالسهولة. أنا فيني إلكن هلأ اسمه وكنيته الحقيقيين. احكي لشوف احكي. اسم أبوكن اسم ولكن طوق اسمه اسمه من وين اجت هالرصاصة؟
شباب انا طالع، بنلتقى بالفرع، ديروا بالكم على حالكم. امان الله. صباح النور. اوه صباح النور. ليش مستعجل؟ والله في عندي ضيف لازم اقابله. مين؟ رفيق خدمت انا وياه مع بعض، الملازم احمد. ما فيك تستنى دقيقتين، بدي اقول لك شغله ضروريه. إليف انا كتير مستعجل، بشوفك بعدين ماشي؟ وقف، هالشي مهم. طيب ماشي، شو هالشي المهم بقى؟ ما بينحكى هيك على الواقف. طيب ماشي بنحكي بعدين، يلا بشوفك. اسمعني، هالشي متعلق فيك. يا الله. طيب خلص عم بسمعي. الليلة الماضية أنا سمعت حديث غريب كتير كان بين فايزة وإلكر. لحظة لازم رد. أهلين، بس ما تكون وصلت. ها بقي شوي، صرنا زمان على الطريق وتعبنا. ضل بالي عندك، ما في شي ما هيك؟ لا لا، بس يا ريت نلتقي بشي مكان فاضي. طيب ماشي، المكان اللي دليتك عليه نلتقى هنيك، ما في حدا ملاحقك ما هيك؟ لحد الآن ما لاحظت شي، بس هنن عم بيدوروا علي ولازم نكون حذرين. حكيك صحيح أحمد، لما تصل حاكيني. يلا بشوفك. عاكف شوفي، كل شي تمام؟ والله مو كتير، رفينا أحمد عنده شوية معلومات، عم يقلي إنه ما بيعطي هالمعلومات إلا لإلي، لهيك لازم شوفه أنا. معلومات شو هي؟ ما بعرف إليف. أحمد أنت عم تخبي عني شي؟ أنا خايفة. لا تخافي، لما منشوف عاكف بينحل كل شي. مين هاد عاكف؟ خدمت أنا وياه سوا بفرقة واحدة بالجيش، هو أنقذ لي حياتي مرة وحملني على ظهره حوالي كيلو متر وهو مصاب. رجال أمين كتير، ما رح ارتاح إلا لأعطيه الشنتاي. لا تخافي، كل شي بينحل إن شاء الله. يكون هيك. ايه كيف الأجواء بالقسم الوراني؟ منيحة. معلم سيارة الملازم الأول قبل شوي مرت من هون. ماشي، نحن رح نحضر حالنا، لازم نعمل اللازم بسرعة شوي. معلم في دورية شرطة قدامنا. جهزوا الأمانات. البطاقة والرخصة عيني. تكرم سيدي. خير حضرة الشرطي، ليش هالتفتيش هلأ؟ تفقد روتيني. منيح. تاريخ الفحص منتهي، انزلوا لو سمحتوا. لا إله إلا الله، شو هالحكي هاد؟ يا حضرة الشرطي نحن سوينا فحص للسيارة. إيه بس ماضي عليها شهرين. والله جد؟ صارت بدلة هذا الشرطي بتقرف، كلها دم. مو مشكلة، بدلة هذا نظيفة. طيب ماشي، حدا منكم يلبسها. ماشي. احكي لشوف إليف، شو هالشي المهم بقى؟ مبارح بالفرع فايزة وإلكر كانوا عم يتناقشوا. عن شو؟ عنك أنت. عني أنا؟ طيب شو كانوا عم يقولوا؟ فايزة سألته من وين طلعت قصة الأخوة بينكم؟ وهي كيف عرفت؟
شو يعني؟ عن جد في هيك قصة عاكف؟ يعني مو هيك تحديدا. معنى تحكي لي تحديدا شو هو الموضوع؟ إليف ما في شيء مهم، عم يحاول يلعب بعقلي. لا تشغلي بالك، أنا نسيت القصة. بس مو مبين إنك نسيت القصة. اسمعي مني ولا تفكري فيها. كم مرة علقت بهيك قصة؟ لهلأ ما كنت تعرف تهدى؟ شو يعني؟ لما شوف الخيانة والحقارة ضل ساكت؟ هدول عم بيبيعوا الوطن، اسمح لهم يعني؟ طبعاً لا، بس فكر فينا أنا ونور. ما أنا لأنه عم فكر فيكن إجيت على اسطنبول. بابا شوف شرطة. يا الله تركونا نروح بلا ما توقفونا. ما لقيتوا سيارة غيرنا توقفوها؟ انت عسكري ما رح يحكوك شي. يلا. احمد انتبه. ماما اسمعوني منيح شو عم بقول، اوعكم ترفعوا راسكم. بابا مشان الله ماشي بنتي. هلأ عم يهربوا، لا تخلوهم يهربوا، اوصوهم موتوهم كلياتهم. ماما انت منيحة نور؟ تكبطي راسك، تكبطي راسك. بابا فاتن، فاتن ردي علي، ردي علي، احكي اصحي دور حبيبتي. بابا بابا شو صار للماما؟ ليش ما عم ترد علينا؟ لا تخافي حبيبتي. بابا ساعدنا. تحملي بنتي، تحملي ايدي شوي، لا تخافي. ايه احكي لي إليف، بشو عم تفكري؟ احكي. بعرف انك ما رح تصدقني. طيب انت شو بدك؟ جربي حظك معي. انا كان معي حق. باي موضوع؟ بموضوع فايزة. رجعنا لهالقصة؟ سمعتن وهنن عم يحكوا، اثنيناتن عندن مشاكل معك. لهيك أنا عم قلك، بهداك الوقت كنت شاكة، بس هلأ أنا متأكدة. أبو لإلكر كان مدير دار الأيتام تبعك، وأبو فايزة كان موظف فيه. فهمت هلأ؟ وأنت منين بتعرفي هالمعلومات؟ أنا تحققت من الموضوع وتحققت مرة تانية، طلع كلامي صح. والأسوأ من هيك. شو؟ شو الأسوأ من هيك؟ ها؟ معتبرينك المسؤول عن موت أبهاتهم. شو؟ انت عم تمزحي؟ ليش عم تضحك؟ انا عم احكي عن جد. كانوا عم يحكوا انه بدهم ينتقموا منك، افهم بقى. عاكف عم يلوموك لإلك. ما بعرف، بس صعب صدق هالشي. قلت لك سمعتهم بأدني، ليش لحتى اكذب عليك؟ ألو أهلين أحمد. عاكف تعرضنا لهجوم، هجموا علينا فجأة،
الحانة الله يخليك، مرتي تصوبت. شو عم تقول؟ وينك انت؟ انا جنب بولوس، اطلعت على الاوتستراد، نحن بمنطقة بادش. ماشي قربت اصل لعندك، لا تخاف. قدام شوي في جامع، جامع اخضر. طيب طيب انا جاي. يلا شو اللي عم يصير؟ احمد تعرض لهجوم، خبري الفريق خليهم يجوا فورا واتصلي بالاسعاف. يا رب تكون معنا. تمام رح نتحرك فورا. وين انتو؟ ايه ماشي عرفت، يلا طالعين. خير اخي الكر؟ مرفق عاكف جاي؟ ايه تعرض لهجوم. بالله ليش واقفين؟ خلينا نمشي. يلا 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 بسرعة. فاتن فاتن تحملي، وانتي كمان بنتي اهدي شوي، عاكف شوي وبيجي، رح يجي ويساعدنا. خود البنت وروحوا من هون. بابا بتنشك، لا تترك امي لوحدها. ما رح اتركها، مستحيل تفكون. هات الشنطه اللي بايدك، خذ مرتك وبنتك وروحوا من هون. ولك انا بعطيكم روحي ولا بعطيكم الشنطه؟ اسمعتوني يا قليلين الشرف، ما رح تقدروا تاخذوا شيء. انت هيك حكمت على مرتك وبنتك بالموت؟ يلا يا عاكف، يلا يا صبع، وينك لهلا؟ تفضل. يسلم. لسه في كتير؟ قربنا نصل. ماما اهدي شوي، كل شي رح يخلص. ماما فاتن اتحملي ارجوكي. هذا الحقير ما رح يستسلم، صار لازم نقتله. روح من هاي الجهة وانا رح روح من الجهة الثانية. غطيني. ماما تحملي شوي. فاتن شدي حالك، لازم نتحرك من هون. انت روح احمد. مستحيل، انا ما بتركك، لازم نطلع سوا. ما بقدر. بتقدري بنتي؟ ليكي اسمعيني، لما بعطيكي اشاره بتركضي ماشي؟ شايفه الشجرات اللي هنيك لهنيك؟ خذي الشنطه معك. يلا. طيب بابا. يلا ماما. يلا فاتن. يلا بنتي. يلا ماما. ماما اركضي. ما بقلبه شو عنيد؟ والله هلكنا يا معلم. شو ما صار لازم ناخد هالشنطة منه. ايه انت لهيه. اتركيني بدي روح لعند بابا.
معلم مشي الحال. ماشي أنا رح أخذ الشنطة. معلم في حدا إجا. هذا المكان. طلعوا لك. طلع. استسلم. استسلم. وينه أحمد؟ على الأرض. ما بعرف. معلم. صار عددهم كبير كتير. لازم نهرب. رح أتحرك من هون لأخذ الشنطة. أنت لهيون وأنا رح جيبها بسرعة وإجي. عاكف وين رفيقك؟ ما بعرف. أحمد! أحمد! وينك أنت؟ عاكف! أنا هون يا عاكف! الحقني بسرعة أنا تصابت! يلا يا عاكف! يلا استعجل! أحمد! حمل شوي! بس شوي! من الأول قلت لك أعطيني إياها بالحسنى. محتاجين مساعدة؟ أخي اسمعني، في ملازم أول استشهد. البقية بحياة حياتكم البقية. الإسعاف رح ياخدوا، خلوكم جنبه ليوصلوا لو سمحت. ماشي رح نستنى. يلا يلا شباب يلا. نقالة! حدا يجيب النقالة! جيبوا نقالة! شوفي في معي مصابة، استعجل. يلا 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 بسرعة بسرعة. يلا ماما. تعالي ماما. إن شاء الله. أنت متحمسة؟ كتير. وأنت؟ كتير. أنا متحمس مثلك. الله يرضى على أخوك عزت، لولا ما كنا قدرنا نعمل العرس. أخي ما في منه، هو منيح معي. لك تعال هون. هو اللي رباني. إيه طيب وينه لهلأ ما إجا؟ أمي صاير لشي، أنتوا عم تكذبوا علي. ماما. لا لا حبيبتي وقفي. ماما. اهدي حبيبتي. حبيبتي خلص. تركوني بدي شوف ماما كرمال الله. خلص رح تشوفيها. كرمال الله خلوني أروح عند الماما. حياتي إهدي. رح تشوفي أمك. اهدي. ماما. يلا يا شباب يلا الله يسعدكم. بدنا نعمل اهدى عيال. شو هاد؟ تعالوا ورا تعالوا ورا تعالوا اسحبوا عندك يلا 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 اربع شو عم بسيس بحر. اخي ما لقيت شي جوا. وانا ما لقيت شي، دورت بكل مكان ما لا موجوده. لك يا شباب عملكم الشنطة هون، الشنطة هون، سيبوا هاي الشنطة بالبيت. عم تفهموا؟ بدنا نلاقيها بأي طريقة. هاي خدعة أخي، وانت سداد فورا، هن حطوها بإيدهم. لكن كيف لقاها دغري؟ معقول هن يكونوا حاطين الشنطة وبنتهموا عزت فيها؟ انتوا حطيتوا هاي الشنطة. انتوا عم تفتروا على أخي. لا تخبصوا لك، كل هالعالم موجودة، معقول ما حدا شافنا عم نحطها؟ لا بقيلة لا أم ولا أب. شو بدنا نعمل هلأ؟ ما بعرف كيف بدنا نقلها هالشي؟ يا الله تخيلك نور؟